بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع مع فقرة كتاب يلي غي كومبخوند. لازلنا مع ليستواغ دي بوتي آن كي فولي علي دون لا لون. طبعا انتهينا إلى هذه الفقرة كما رأينا. لا فاش غاكونت أن جور كو لي زوم سو بريباري أبارتيغ تخي لوان تخي لوان جوسكا دون لا لون، إي كون أفي ديجا أنفويي دون لا لون أن بوتي رابلون. Et que Laura avait trouvé la lune si agréable qu'elle n'en était jamais revenue. Idem, Thomas, si un rat est allé dans la lune, pourquoi un âne n'irait-il pas? Pourquoi un âne n'irait-il pas? Pensez notre bichon. Et bichon regardait par un trou du mur la lune claire qui montait lentement dans le ciel. Elle montait du fond d'un grand champ de blé. Où se dressait un grand sapin noir que Bichon connaissait bien. Si un rat est allé dans la lune, et qu'on avait déjà envoyé dans la lune un petit rat blanc, ou bien nous sommes irsel ila al-qamar, ou bien nous sommes irsel ila al-qamar, mada ursila, ursila, fa'ron, sa'ir, abiyad. Et que le rat avait trouvé la lune, c'est agréable. وبأن الفأرة إي كولوغا وبأن الفأرة أفي تخوفي بأن وجد. طبعا كما تلاحظوا بأن عندنا هنا لو فيرب تخوفي مصرف في البلوس كو بارفي، لو فيرب تخوفي مصرف في البلوس كو بارفي. طبعا لو بلوس كو بارفي هو أيضا زمن مركب، مركب من لوكسيليار أفواغ، ممكن يكون عندنا إيتر في حالات أخرى، ثم من لو بارتيسيباسي. غير هو هنا لوكسيليار أفواغ كما قلنا انه مصرف في لامبارفي ماشي في البريزون، لانه الا كان عندنا لوكسيليار افوار مصرف في البريزون او حتى اتر في الحالات الاخرى الا كان مصرف في البريزون زائد لو بارتيسيباسي غيعطينا لو باسي كومبوزي كما راينا. اذا هنا عندنا لو بلوس كو بارفي. اي كو لورا افي تروفي لا لون سي اغريابل، وبان الفأر وجد القمر سي اغريابل يعني رائع او جميل إلى غير ذلك. المقصود أن وجده أحسن كنو نيت جامي غوفوني، إلى درجة أنه لم يعد بالمرة، إلى درجة أنه لم يعد بالمرة. إذا طبعا هنا سيتساءل الحمار الصغير سيقول سي أن غا إيطالي دون لا لون بوركوا أنا نيغيتيل با. إذا كان سي، إذا كان هاد سي تتعني إذا أن غا إذا فأر إيطالي ذهب، إذا فأر ذهب دون لا لون في القمر، المقصود إلى القمر. بوركوا لماذا أنان حمار نيغيتيل با لا يذهب، لماذا لا يذهب الحمار، لماذا لا يمشي الحمار أيضا مثل ما ذهب الفأر. كما تلاحظون عندنا لو فيرب ألي، بوركوا أنان نيغيتيل با، إذا لماذا حمار لا يذهب؟ إذا لماذا لا يذهب الحمار أيضا مثل الفأر إلى القمر؟ بونسي نوتر بيشون، بونسي نوتر بيشون. طبعا كما تلاحظوا عندنا لو فيرب بونسي فيها الفكرة تصرف أيضا في لامبارفي كما تنشوفوا عندو أيطي. طبعا هاد أيطي هي من ضمن لي تيرمينيزون ديال لامبارفي ملي تيتصرف مع إيل. إذا طبعا في لامبارفي ملي تنصرفوا شي فعل مع إيل تياخد أيطي كما عندنا هنا. بونسي نوتر بيشون، كان يفكر حمارنا بيشون، كأننا نقول هنا كان تيفكر بيشون ديالنا، بيشو ديالنا يعني اللي تنتكلمو عليه هنا. بونسي نوتر بيشون، إي بيشون روغاردي باغ أن ترو دو ميغ. ثم أن بيشون كان ينظر، طبعا عندنا أيضا لو فيرب روغاردي تصرف فلان بارفي كما تنشوفو ضفنا ليه أيطي لأننا تنتكلمو على إيل. إي بيشون روغاردي باغ أن ترو دو ميغ، ثم أن بيشون كان ينظر من ثقبين في الحائط، ثم أن بيشون كان ينظر من ثقبين من الحائط. إذن إي بيشون روغاردي باغ أن ترو دو ميغ، ثم أن بيشون كان ينظر باغ أن ترو من ثقبين دي ميغ للحائط، تنتكلمو على واحد الثقب ديال الحائط. لا لون كلير، لا لون كلير،
إذا نتكلم عن قمرين صافي يعني ما كان لا غمام ولا حتى حاجة، يعني أن القمر تيبان واضح كي مونطي لونتمون دون السيال. إذا القمر الواضح كي مونطي الذي كان يسعد، طبعا نتكلم عن لوفر مونطي يعني السعادة، وكما تنشوفوا بأن لوفر مونطي أيضا مصرف لامبارفي تنتكلم على مفرد في الغائب. كي مونطي الذي كان يسعد لونتمون لونتمون يعني بهدوء ببطء دون لو سيال في السماء، كان تيشوف داك القمر تيتخيل الأمنية ديالو باش يمشيلو. المونطي إذا هو كان يصعد، طبعا نتكلم على القمر نقول لا ليون، هي كلمة مؤنثة ماشي بحال في العربية، ماشي بحال في اللغة العربية، لذلك قلنا هنا المونطي هي كانت تصعد. إذا المقصود هو كان يصعد. دي فون دان غون شون دو بلي دي فون، طبعا القمر ملي غي يصعد من الأرض تيكون في الأول أنه في الأفق ثم يبدأ يصعد في السماء، عند الأفق طبعا نراه وكأنه يصعد من الأرض. وبما أن الحقل هو أقرب شيء للحمار فكان يرى القمر يصعد من وسط حقل كبير دوبلي للقمح لحبوب القمح. المونتي دي فون دان غون شون دوبلي، إذن هو كان يصعد من وسط حقل كبير للقمح، هكذا كان يراه الحمار. أو سو دغيسي أن غون سابان، حيث كانت تنصب، طبعا لو فيرب دغيسي أولا بدون هاد السو، لو فيرب دغيسي أولا المقصود به أنك تروض، أحيانا تنتكلم على شي كلب مثلا نقول بأنه مدريسي، مدريسي يعني أنه مروض، هذيك مدريسي تجي من فعل دغيسي، ممكن نتكلم عن أن شيا دغيسي، وبيا دغيسي أن شيا، إذا نتكلم عن كلب مروض أو نقول دغيسي أن شيا أنك تروض كلبا، لكن أيضا لو فيرب دغيسي ممكن أنه يعني أقامة، أنك تنصب شيئا، توقف شيئا، توقف علما مثلا، توقف نصبا إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لو فيرب دغيسي، هنا طبعا نتكلم عن لو فيرب سو دغيسي، سو دغيسي يعني أن تنصب، كأن هذاك الشيء ينصب نفسه. مثلا هنا نتكلم عن أن غون سابانواغ، نتكلم عن هذا النوع من الشجر المخروط الشكل، نتكلم عن شجرة من هذا النوع أنها تنصب نفسها، المقصود أنها تقف. نتكلم عن هذا الحقل الكبير الذي كان يصعد منه القمر، أو سو دغيسي حيث تنصب حيث تقف أن غون سابانواغ، إذا حيث تقف شجرة كبيرة سوداء، سوداء لأنها تبدو هكذا في الليل، هي ليست سوداء لكنها في الظلام تبدو هكذا. أو سو دغيسي أن غون سابانواغ كوبيشون كونيسي بيان، حيث تنصب شجرة كبيرة سوداء والتي بيشون كونيسي بيان كان يعرفها جيدا. طبعا عندما كان ينظر من الثقب وكان ينظر للقمر يصعد من الحقل الكبير، هذا الحقل الكبير حيث كانت تنصب هد الشجرة، حيث كانت تقف هد الشجرة السوداء والتي كان يعرفها بيشون جيدا. إذا كوبيشون كونيسي بيان، طبعا عندنا هنا لو فيرب كونيتخ، أون لو فيرب كونيتخ كونجيي على بارفي. إذا كما تلاحظوا بأنه تينتهي بأ إي تي أيضا، إذا تنتكلموا على لامبارفي. إذا كما قلنا سي أن غا إيطالي دون لا لين بوركوا أن أن نيغيتيل با؟ بونسي نوتخ بيشون، إي بيشون روغاردي باغ أنترو دو ميغ لا لين كلير كي مونتي لونتمون دون لو سيال. Elle monte du fond d'un grand champ de blé pour se dresser un grand sapin noir que Bichon connaissait bien. Pour aller dans la lune, il suffirait d'aller jusqu'au sapin, pensait Bichon. Pour aller dans la lune, il suffirait d'aller jusqu'au sapin, pensait Bichon.
Bichon regardait la lune chaque nuit. La lune souriait, comme pour lui dire « Viens Bichon, viens, viens !» Pour aller dans la lune, il suffirait d'aller jusqu'au sapin. Et dans l'iddahab et l'alqamar, pour aller, l'iddahab, min ajli al-dahab. كما عندنا هنا من أجل ذهب ولكن مقصود بها هنا من أجل الذهب دون لا ليون في القمر هي تقال هكذا المقصود للقمر il suffirait طبعا لو فيرب suffire المقصود بها كفى ça suffit هذا يكفي il suffirait أنه كان يكفي يعني فقط هذه الحاجة ديرها تكون عندك النتيجة il suffirait أنه كان يكفي d'aller jusqu'au sapin كان يكفي الذهاب jusqu'au sapin إلى حدود هذه الشجرة مادام أن هذه الشجرة موجودة في الحقل ومادام أن القمر يسعد من الحقل إذن فأكيد للذهاب إلى القمر يكفي الذهاب إلى هذه الشجرة إلى حدود هذه الشجرة Pour aller dans la lune, il suffirait d'aller jusqu'au sapin. Et d'aller d'ahab et l'al-qamar, il suffirait ou kana yakfi. Taban had il, ramatat oud hatta ala chi chakhs. Hiya tuqal hakada. Il suffirait. Hadi il tu samma pronom impersonnel. Ma tadulch ala chakhs. Houa yakfi. Il maqsoud huna, annahu yakfi. Hiya tuqal hakada kama nahnu. نقولها في اللغة العربية هو يكفي من هو الذي يكفي هي تقال هكذا بأن الأمر يكفي أن يكون بهذا الشكل il suffirait إذن أنه كان يكفي d'aller jusqu'au sapin يكفي الذهاب إلى حدود الشجرة pensez Bichon كان يفكر Bichon هكذا كان يظن Bichon pensez أيضا عندنا لغة pensez في الامبارفي Bichon regardait la lune chaque nuit. Bichon, كان ينظر القمر كل ليلة. Bichon regardait la lune chaque nuit. La lune souriait. إذا القمر كان يبتسم. La lune souriait. القمر كان يبتسم. عندنا le verbe sourire. On a le verbe sourire. De la même façon, conjugué à l'imparfait. Comme pour lui dire. إذا القمر كان يبتسم كوم بور لوي دير كما من أجل أن يقال له إذن هذا القمر كان يبتسم مقصود أنه كان يصعد كما لو أنه يبتسم نظرا لصفائه ولجماله كأنه يبتسم كوم بور لوي دير كما من أجل أن يقول له بحال تيقول ليه كوم بور لوي دير بحال هذاك القمر تيقول الحمار شنو تيقول له فيان بيشون تعال يا بيشون فيان فيان تعال تعال القمر بجماله بمعنى اخر كان يغري بيشون اذا القمر طبعا هو ما غيقول له والو ولكن بالصفاء ديالو كما كان يبدو بهذا الشكل وكانه يبتسم وكانه بمعنى اخر يقول للحمار تعال يا بيشون تعال تعال إذن pour aller dans la lune, il suffirait d'aller jusqu'au sapin. Il suffirait d'aller jusqu'au sapin. Pensez Bichon. طبعا عندنا هنا لو فيرب suffire فعل كفى مصرف في لو كونديسيونيل بريزون. مصرف في لو كونديسيونيل بريزون. طبعا لو كونديسيونيل بريزون عنده معاني من ضمنها الشك. كما نقول هنا il suffirait ربما يكفي. دالي جوسكو سابان ربما يكفي الذهاب الى حدود هاد الشجره اذا pour aller dans la lune il suffirait d'aller jusqu'au sapin pensez Bichon Bichon regardait la lune chaque nuit la lune souriait comme pour lui dire viens Bichon viens viens اذا نستأنف مع هاد القصه في الفقرات القادمه حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله